شو صار لك فتون؟ في ايه بقى؟ اعتبارا من هاللحظة جانتيكين ما عاد يبكيكي بنوب. فهميني وينك انتي وينك؟ ما عم تردي على موبايلك، رح تموتيني من كتر خوفي عليكي. وهذا المصروع جانتيكين ليش طلع على التلفزيون؟ وليش عم بيحكيكي من هنيك مثل المجانين؟ لك فتون؟ فتون؟ جاوبيني على شي سؤال، احكي شي. وين كنتي يا بنت؟ كنت عند المحامي. كيف؟ ايه محامي شو؟ لك احكي لي شو عم بصير معك بالضبط؟ شو لك شغل عند المحامي؟ ما عم افهم شو اللي اخذك لعنده. رحنا انا ومراد لعند المحامي كرمال بلش باجراءات الطلاق. انت عم تحكي عن جد؟ ايه. وين المشكله؟ ركزي معي، انت متاكده من الشيء اللي عم تقوليه فتون؟ عن جد بعد كل شيء تحملتيه كرمال هالرجال قدرانه تجيبي سيره الطلاق على لسانك بهالسهوله؟ ايه عن جد؟ طبعا. حاسه يلي قدامي وحده تانية غير فتون. ليزا هالقصة انتهت، سكرت على الموضوع. جانتيكين دفتر وسكرته، وفتحت الدرج وزتيته وقفلت الدرج منيح، وبعدين زتيت مفتاحه بالبحر. اليوم أول يوم بحياة فتون ديج القوية. بالإذن بدي نام شوي. شبهة معنى طبيعية بنوب. هالبنت أكيد صاير شي لعقلها. يا روحي.